نروح النهارده للتصريحات المهمه جدا اللي تم تداولها عن الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد طيب، واللي انا بفكر والله اتصل بيه اقول له يعني ادعي لنا كده في الصلاه ان ربنا يكرمنا ويهدلنا نفوسنا، لان الحقيقه ما فيش خطر على المصريين اكتر من المصريين نفسهم. يعني انا بقيت مقتنعه ان ما فيش حد، يعني لا هي نظريه مؤامره ولا ان الناس ممكن تدبس البلد دي في الحيطه ولا اي حاجه. احنا الحمد لله ربنا عاطلنا القدرات الخارقه اللي نقدر بيها نعمل كل حاجة. ربنا يهدينا جميعا ويتولانا برحمته الواسعة. خلونا نروح لتصريحات فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب النهاردة، واللي الحقيقة هي تصريحات في غاية الأهمية. التصريحات دي قالها في حديثه الأسبوعي في التلفزيون المصري، اللي قال فيها بشكل واضح إن يا جماعة لسنا مسؤولين عن أي كلام أو أي شخص يقول أنه أزهريا أو يلبس زي الأزهر. ليه؟ لأن احنا بنلاقي ناس تطلع في قنوات وتعمل تصريحات في المواقع يقولك الأزهري فلان يعبر عن الأزهر ويقول مش عارفة لحم الأسير، ولا يقول مش عارفة يعملوا إيه، يعني فتاوى كده وآراء كده، لا وأهل الذمة وأهل الكتاب واللي ما تهنوش واللي تهنوا، حاجات غريبة جدا. النهاردة الدكتور أحمد الطيب الحقيقة قالها بشكل واضح جدا، يا جماعة ما يسأل عنه الأزهر وما هو مسؤول بشكل واضح عنه هو ما يصدر من تصريحات من مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء. لما تلاقي حد جنبه الصفة دي، عضو هيئة البحوث أو مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء، إذن هذا هو رأي الأزهر الشريف. أي آراء بقى تانية تتقلك من إن هذا، لا ماليش دعوة، لازم الصفة دي تبقى موجودة، علشان أنا بشوف وسائل التواصل الاجتماعي شغالة بقى، كل واحد قاعد شوف الأزهر قال إيه، شوف بالراحة. الأزهر هو هيئة كبار العلماء، الأزهر هو مجمع البحوث الإسلامي. خلونا ينضم إلينا الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامي. أهلا وسهلا يا فندم. يا دكتور مساء الخير. طيب هنرجع للخط تاني، واضح ان في مشكله في الاتصالات النهارده، هنرجع للخط تاني عشان نتكلم في هذا الموضوع، لان فضيله الامام كمان قال يا جماعه مش ممكن الاراء اللي بيتم تداولها. احنا الازهر الشريف اللي بيعبر عن روح الاسلام الوسطيه بيؤكد على مصطلحات هامه جدا زي المواطنه. نحن نعيش على ارض هذا الوطن كلنا كده مع بعض مواطنين، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. انا بقى مسلمه، قبطيه، يهوديه، بوذية، كل ده ملوش علاقة. المبدأ الأساسي وروح الإسلام الحقيقية تتحدث عن مبدأ المواطنة. خلونا نعود مرة أخرى للدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، سعيدة بدخول مع حضرتك معانا على الهواء الحقيقة، علشان النهاردة كلام فضيلة الإمام الأكبر كلام مهم جدا. حضرتك عارف أن في عدد من الأشخاص بيطلعوا على الفضائيات وبيدوا تصريحات لمواقع كتيرة جدا، وتنسب هذه الآراء لمؤسسة الأزهر الشريف. نعم. النهاردة الإمام الأكبر قال يعني من يعبر عن الأزهر هم هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامي، أي آراء مش طالعة من دول يبقى لا تمثل مؤسسة الأزهر الشريف. كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر واقعيا؟ احنا عندنا سيل من الفتاوى والآراء الدينية اللي لا حصر لها. طبعا حضرتك الموضوع مهم جدا اللي عبر عنه فضيلة الإمام الأكبر، لأنه للأسف الشديد أصبح الشريف مادة لراغب الشهرة أو راغب التكسب أو من يحاول أن يجلب إعلانات من خلال برامج أو غير ذلك. كان لابد أن يصرح فضيلة الإمام الأكبر أن الجهات التي يعول عليها من الأزهر الشريف هي مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، حتى لا تكن هناك فرصة لأي إنسان كائنا من كان، حتى وإن كان يرتدي عمامة أو زيا أزهريا أو أستاذا في الجامعة، ألا يتكلم بصفة رسمية عن الأزهر، لأن الأزهر له هيئات معتمدة تعي مسؤولية الكلمة وتعي الدور المجتمعي والدور المحلي والعالمي لهذه المؤسسة العلمية التي تقوم بدور عظيم، خاصة في هذه المرحلة الراهنة في مواجهة الإرهاب وتزييف المفاهيم
أو في مواجهة من يحاولون أن يتصدرون المشهد ويجتزئون آراء وفتاوى قيلت في سياقات تاريخية معينة، يحاولون أن يسقطونها على الواقع المعاصر دون فقه للأولويات أو يعني مآلات الأمور. وبالتالي كان لابد من حسم هذا الأمر، ولابد وأن يعرف الناس القاصي والداني أن الأزهر الشريف لا يعبر عنه أي شخص، وإنما التعبير من خلال هيئاته المعتمدة التي أكد عليها فضيلة الإمام الأكبر. دكتور، هو ده اللي أنا عايزة أدخل لصلبه يا دكتور. إحنا عايزين حضراتكم علماء الأزهر يبقوا هم المتصدرين المشهد. اسمح لي، وأنا عارفة أن صدر حضرتك هيتسع ليا، وأنا قلت الكلام ده للدكتور أحمد الطيب شخصيا لما التقيته الأسبوع، تشرفت بلقائه الأسبوع الماضي. لازم الأزهر بعلمائه يبقوا هم اللي موجودين، ما تبقاش المسألة يا دكتور، وحضرتك أكيد هتبقى فاهمني، رد فعل. أنا عايزة حضراتكم بصحيح الدين الإسلامي الوسطي هو اللي أراءه تبقى متصدرة، ما نبقاش إحنا بنرد على ادعاءات وأفكار يعني ظلامية. نعم. هذا يعني مطلب مهم جدا، أن يكون الدور ليس منحصرا في إطار ردود الأفعال، ولكن يتعدى ذلك إلى تقرير المبادئ وتفنيد الشبهات وإبراز مبادئ السماحة والتعايش التي يقررها الإسلام. لكن للأسف الشديد نتكلم بواقعية وبشفافية، كما هو معروف عن حضرتك لا تعطى الفرصة يعني علماء الأزهر أو للتعبير عن وجهة النظر الحقيقية، بل يغيب الأزهر في المواقف التي ينبغي أن يكون حاضرا فيها. ولك أن تتخيل حينما يؤتى بإنسان يعني ليس مؤهلا أو على مستوى يعني الحضور أو الإلمام بالقضية التي سيتم تناولها في البرنامج، ويتحدث ويعطي صورة مشوهة للأزهر حتى يصدر المشهد أن هذا نموذج من النماذج التي تعولون عليها في مواجهة الإرهاب. صحيح. أو تغيير أو تجديد الخطاب الديني. صحيح صحيح. يعني مسألة مهمة، مسؤولية الكلمة، نحن بحاجة إلى يعني إدراك مسؤولية الكلمة ومسؤولية الدور الوطني والدور الإنساني في هذه المرحلة بالذات. أنا بشكرك يعني دكتور، وأنا أتمنى أن علمائنا زي حضرتك وكل العلماء الأجلاء في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء هم اللي يتصدروا المشهد في مصر، وهم اللي يعبروا عن روح هذا الإسلام السمح الوسطي، هو ده اللي احنا منتظرينه. وبشكر حضرتك.